وين ما يوجه سمو الأمير محمد بن سلمان إحنا معه، يقول يمين إحنا يمين، يقول يسار يسار. سمو الأمير محمد الله يحفظه طلبات أوامر، وين ما يقول إحنا معه إحنا وراه. وأبشع وأصعب أنواع اتباع الهوى عندما نتبع أهواء السادة، يعني تنفهم إنه الواحد أخي ما بده يتبع الهدى، بده يتبع هوى نفسه. أنا بديش صلي، بدي اتقيد بالوضوء وما الوضوء، الأخت بدهش تتحجب، بده قاعد التزم هلا حجاب وما حجاب، حب البس حب اسهر، تنفهم القضية، بس طبعا مش مبرر. ولكن اني انا اكون وقود جهنم واخسر الدنيا والآخرة من اجل هوى غيري، يعني ضليت عن سبيل الله عم بحب روح ظهره وما ظهره وسهره وصحبه والى اخره، وهذا ضلال وما فيها مصلحه. بس انا فوت على جهنم وكون من وقود جهنم من اجل هوى غيري، اف هذه قمه الضلال. وهذا غالبا ما يقع به عوام الناس بسبب الساده والقاده والزعماء. لما هؤلاء الذين ضلوا عن سبيل الله منشان زعيم، منشان قائد، منشان تيار، منشان جماعة، منشان فئة، منشان حزب، ضل عن سبيل الله من أجل هؤلاء، هذول الناس يا أخوانا لما يدخلون جهنم والعياذ بالله، الله يجيرنا وإياكم لا يجعلنا منهم، بس يستحقوها ويفوتوا على جهنم هنيك، ساعتها بيصير عندهم غل وحقد على مين؟ على السادة والقادة اللي اتبعوا أهواءهم. يوم تقلب وجوههم في النار، اسمعوا إلى قول الله عز وجل، هؤلاء العوام بالذنب الروح، ومسلم يقرأ القرآن بيرجع بيقول لك لا ما بتزبط، ما في غيرهم، ما في بديل، هني هول. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هم مشكلتهم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هذا اللي كان السبب يا رب وصلنا على جهنم، لأنه أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. شوف الحقد، ما بدهم إياهم بس يتعذبوا، بالدنياهم تضاعف عليهم العذاب في جهنم. للسادة اللي كان بالأرض هون يقول له بالدم بالروح، اللي يمكن مات بين إيديه وبين إجريه بلا مؤاخذة، بس لما تكشف حقائق الأمور يوم القيامة ويكتشف بأنه اتبع أهواء الآخرين. إذ تبرأ الذين اتبعوا، وهن هدول السادة شو بيعملوا يوم القيامة؟ بيجوا العوام لعندهم، مش نحن كنا لكم تبع؟ مش نحن كنا معكم؟ مش نحن اللي كنا أنصاركم؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا، روح لعنا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، وهو العوام، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة بس يريد بصحلنا نرجع الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. بس نفش خلقنا، بس هيك نفش غيظنا، بس نرجع الدنيا نتبرأ منهم، نقول للناس هدول كذابين، هول مجرمين، هول فجرة، هدول تجار ما حدا يتبعهم، هدول أصحاب أهواء. يريد بصحلنا نرجع الدنيا نصلح الغلطة الكبيرة، بس ولكن انتهى الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله،
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار